عسلامة ومرحبا بكم في الدوزيام بارتي من اللعبة عندك اكسترا. اليوم معنا الشيف أيمن باش يعطينا دبارة اليوم، دبارة الخفيفة والبنينة، والأهم من هذا الكل ما تتكلفش برشا. عسلامة الشيف. عسلامة حنان، مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين. دكر شنو هي الروسيت نتاع اليوم؟ دونك اليوم عندنا سلطة خضراء، عندنا سباغيتي بالبيستو، وعندنا في الديسير سموثي. الناس اللي تبعوا فينا دونك ينجموا توا ياخذوا ورقه وستيلو يقيدوا لي زانغريديون نتاع الروسيت اليوم ويطبقوها في ديارهم. بيان سور. قبل كل شيء نستعملوا جيل سوديرما، جيل انتي بكتيريان اللي يقضي على 100% من الجراثيم. وتوا نبداو المنيو نتاع اليوم. بالنسبه نبداو اول حاجه نبداو بها باش ناخذ دونك نفكروكم انه معاون كوجينتنا من عند شوبينغ ستور. شوبينغ ستور عندهم صفحتهم على الفيسبوك، باش ما تدخلوا توا على صفحة الفيسبوك وتشوفوا لي زوفر اللي عندهم. ناخذ زبدة ديليس. ديليس ليدر في البرودوي ليتيي، زبدة ديليس حاضرة معنا في لي بلا اللي قاعدين نخدموا فيهم في برنامجنا اللعبة عندك. دونك نحطوا ابري 50 غرام زبدة على شطر الكونتيتي. وكما نحبوا كوجينتنا نظيفه والماكله نتاعنا بنينه، لازمنا زاده نستحفظوا على البيئه ونخلقوا الثروه ونوفر مواطن الشغل. هذيك علاش كان عندكم نفايات قابله للرسكله تخليوها، وما عليكم كان تتواصلوا مع ايكوغاد على الرقم اللي قاعد يظهر توا على الشاشه. هما يجيو بطبيعه الحال ويقوموا بالواجب وياخذوا من عندكم النفايات هذه بلاش. دونك حنين باش ناخذ الكريم فريش ديليس. نفكركم انه الفريجيدير نتاعنا اليوم والفور نتاعنا من عند مؤسسه الهادي بن عياد. مؤسسه الهادي بن عياد هي الاولى في البلاد على خاطر عندهم السيرفيس ابريفونت نيميرو 1 في تونس، ويوفروا لكم بطبيعه الحال لي بيس دو روشانج، وعندهم نقاط البيع نتاعهم الممتده على كامل تراب الجمهوريه. ونرجعوا توا مع الشيف اللي استعملنا الكريم ديليس. اي دونك شنو ناخذ توا؟ معرفه شنو نحرك بيه؟ عطيني حنين لو كان تسمح الصوص بيستو اللي بحذاك. دونك هذه الصوص بيستو نتاعنا باش نستعملوها اليوم. ناخذوا معرفتين كبار. المنيو نتاع اليوم متنوع خفيف، وكيما عودنا الشيف ايمن مش باش يخدمنا برشا وقت. وي خليهم نقليهم مع بعضهم هذوما. كوجينتنا المزيانه اليوم شيف من عند توني نصر. توني نصر دونك تنجموا تمشيو للشروم نتاعهم في طريق المرسى والا حدائق المنزا وتشوفوا لي زوفر اللي عندهم. دونك خليهم يتقليو مع بعضهم شويه. بروتون اللي هما قاعدين يتقليو بيان سور السباغيتي قاعده تتفط. تيما شيف ايمن يربحنا في الوقت. بيان سور. دونك ناخذ كفيف اللي باش نهز بيهم، نقصوا في الغاز هكا. لازمها تكون بالطريقه هذه، بالطريقه هذه وبالماء نتاعها تكون هو اللي باش يخليها تكمل الدوزيام كويسون نتاعها. وكذا السوس من عند الشيف ايمن، ما عليكم كان تبو وتشوفوا الطريقه اللي خدم بيها. دونك هاني نخليوها تتقلى، نقصوا في الغاز تو شويه ونخليوها تتقلى. ظهرت لي ناقصه شويه من الصوص بيستو، مش نزيدها. نجمو نزيدو شويه. شوا بيان سور. بيان سور. شنو يحب؟ شوا. قويو في الغاز. مش تتقلى مليح وتبان. هكا. توا معها كنت تسمح عطيني هريسه بنينه. هي اللي باش تردها لنا. دونك هذه هي الهريسه بنينه، الهريسه المحرفره الفلفله اللي اليوم باش نخدموا بها البلا نتاعنا. وي حسيت بجوز مغارف صغار. كومبينيزون بين الحروريه نتاع الهريسه وبين الصوص بيستو تعطي ياسر حاجه بنينه في المقرونه. دونك هذه حق انا اول مره الميلونج هذايا ما شفتوش قبل، دونك نجربوه ونشوفوا شنو باش يعطي بعد نذوقوا ونحكموا بحالة الحال، ولكن باش تكون حاجه بنينه كيما عودتكم. بيان سور. نقصوا في الغاز شويه. وتوا شيف باش نحضروا السلاد نتاعنا. وي بيان سور، كيما قاعدين نشوفوا قصيت الفقوس عندنا كعبات طوماط سوريز
مع بعضهم. حبيت نشخشخها بال جبن القيصر كوب. البنه اللي تعيش معنا اليوم دونك اخترنا الجبن كوب كما قاعدين تشوفوا في ساعه في ساعه قاعدين نحضروا في ديبلا مزيانين دونك فوالا حنين على قد ما نشخشخوها بالجبن وبعد نعطيوها ذرة تونسي دي جابر من فوق تعطي جو ياسر باهي هذه السلاد نتاعنا دونك تو باش نخدموا السموثي سلاد نزيدوها التون ولا من بعد في الدريساج اخر حاجه نزيدوها التون سموثي عندنا ديليس ديليو ديليس ليدر في البرودوي ليتي دونك لي جو باش نستعملوهم اليوم دونك اخترت باش نعمل المونت والبواغ ميلونج حلون كومبينيزون بيناتهم ياسر بنينه ومعاهم كعبه الاوراق النعناع علي ما حطوشين غاديكا وش نحط الكيك ديلين الكيك البنين اللي يجي في وقته بيان سور عطيني حنان اوراقتين نعناع اللوطه تحت دونك هذا النعناع نتاعنا بيان سور بعد ما ديما النعناع يعطي لاسبي تاع الفريشور اكزاكتومون حاجه ياسر بنينه سورتو الصحيه وتساعد بعد نهار الصيام بالضبط دونك هذه الكيك براوني دايلين باش دايلين الكيك البنين اللي يجي في وقته للكبار والصغار سان ويل دو بالم مخدوم 100% بالزبده والشوكولا سويس هكا نجمو يا اما ناكلوه معاه معناها كل نعجيو به والا نجمو حتى نفلتو الحقيقه تعطي كومبينيزون ياسر مزيانه ديجا كان ينجم معناها الكيك هذايا يركح من اللوطه تحت كان خدمت معناها الكيك قبل النعناع راهو يركح لي من اللوطه اونجيري معناها لاباري تشيز نجم تكون شو معناتها تنجم تاكلوه معناتها مع الديسير والا تحطوه كيما قاعد توا يعمل الشيف الاختيار بطبيعه الحال ليكم انتوما وي دونك فوالا الديسير نتاعنا احضر حاجه بنينه عملنا كومبينيزون ياسر حلوه بديليو ديليس والكيك ديلين دونك توا باش ناخذ المقرونه سي بون بعد ما قليناها بالكدا دونك من الفريجيدير باش نجبد ريغوت القيصر ريغوت اللي على اصولها دونك هذه ريغوت نتاعنا البنينه اليوم باش نستعملوها مع المقرونه نتاعنا نفكركم انه الفريجيدير نتاعنا والفور من عند مؤسسة الهادي بن عياد، مؤسسة الهادي بن عياد هي الأولى في البلاد. دونك حنين عطيني مغرفة نجم؟ تفضل. يعيشك. كما قاعدين تشوفوا الشيف توا قاعد يحط في ريغوتة القيصر اللي على أصولها على المقرونة نتاعنا. نحلوا الغاز. بيان سور اي. باش نقليوها شويه برك مش شكل الريكوتا تعطي لاسبي نتاعها البنين والذوب ما شاء الله الكلام نتاعنا اليوم يشهي برشا بنين وسريع وهيلثي وفي ساعه يحضر انا اونتر تون شيف توا باش نحكيو على الاشواخ نتاعنا الاشواخ نتاعنا من عند شوبينغ ستور دونك تلقاو لارتيكل هذايا ديسبونيبل على الباج فيسبوك نتاعهم كما قاعدين تشوفوا الاشواخ نتاعنا هذايا اون برومو تمتاز انه الموتور نتاعها لي تري بويسون كيف كيف الحم تنجموا تختاروا يكون فان والا مويان سولون الشوا نتاعكم انتوما تنظيفها من داخل ياسر ساهل وحتى لي لام هذوما كلهم اوناسي انوكسيدابل دونك تشريو انتوما متمانين على الاشواخ نتاعكم عليكم توا كان تدخلوا على الباج فيسبوك وتشوفوا البرومو وعلاش لا تعديوا الكوموند نتاعكم دونك فوالا حنين المقرونه تاعنا سي بون حضرت مقرونتنا البنينه حضرت اليوم ورقه النعناع دونك توا حنين باش نزين السلطه بيان سور بالزيت زيتونه زيت الزيتونه تاغاموت من صغار الفلاحين من سيدي بوزيد بتمويل من اندى العالم العربي ضمن اطار برنامج منتجات سوق الكهنه اول علامه لتجاره منصفه في تونس وتوقيت التونسي وتونسي جابر بيان سور كيف ما نقول لكم تونسي جابر اللي هو معناها مورق اوراق اوراق ماهوش مفتفتي توانا برشا وتجي حاجه ياسر بنينه دونك السلطه نتاعنا كي تكون حضرت اي فوالا هذا المنيو نتاعنا بالنسبه لليوم
شيف كيما نحبوا بيان سور ماكلتنا تكون بنينه والكوجينه نتاعنا نظيفه، يلزمنا زيدا نحافظوا على البيئه ونخلقوا الثروه ونوفروا مواطن الشغل. هذيك علاش كان عندكم نفايات قبل الرسكله نخليوها ونتواصلوا مع ايكوغاد على الرقم اللي قاعد يظهر توا على الشاشه، وهما يقوموا بالواجب ويتكفلوا بكل شيء ويجوا ياخذوا النفايات من عندكم بلاش. وتوا وقيت الحاجه الحلوه البنينه اللي هي شيف القهوه والتي ايزي كاب. فوالا دونك اليوم قهوتنا ايزي كاب، شنو نقول تحب نجربوه اليوم؟ نحب اليوم شوكولا نوار. شوكولا نوار وي شوكولا نوار. دونك الشيف اليوم يحبنا نجربوا شوكولا نوار. هذه هي الايزي كاب نتاعنا بالجو شوكولا نوار، قهوه صحيه وبنينه برشا وفي ساعه تحضر معنينا توا كان باش نسخنوا الماء ميديليس، الماء اللي صافي بدنك. بطبيعة الحال ما تحلى السهرية في سيدي رمضان كان مع التاي اكيوفي، التاي المنعنع البنين. شيف اليوم ننصحك باش تجربه وتذوق منه حاجة بنينة على الاخر. كيف كيف كيوفي عندهم التاي الاحمر ولا التاي الاخضر، تختاروا انتم الجو اللي تحبوا عليها. اليوم احنا اخترنا التاي الاخضر اللي بالنعناع اللي من غير سكر. جوست نستناو الماء متاعنا يسخن وفي ساعة في ساعة باش نحضروا قهوتنا والتاي متاعنا. وتوا باش نحلوا الايزي كاب متاعنا، طريقة ياسر سهلة. هذه قهوة الشيف اليوم اللي اختارها. علينا كان نزيدو الماء سخون ونحركو هكاية تكون قهوتنا حضرت. انتم اللي تتبعوا فينا تنجموا تدخلوا على موقع الويب easycap.store، تلقاو غاديكا لي جو كل نتاع ايزي كاب، تختاروا الجو اللي تحبوا عليها تكمنديوها وبيان سور يوصلوا لكم لي زارتيكل نتاعكم وين ما انتم تكونوا موجودين. هذه هي قهوتنا البنينة حضرة شيف، وريحة ريحة عالمية برشا وتذوق الجو، ما فيهاش مستحضرات غذائية، دونك الجو طبيعية 100% مخدومة بالشوكولا سويس. دونك وديتك بحاجة بنينة على الآخر اليوم. الله. وتوا باش نستعملوا التي كيوفي نتاعنا، دونك كيما قاعدين نشوفوا حلينو ياسر ساهل، جوست ناخذوا التي كيوفي ونحلوا الساشي نتاعنا بكل سهولة. نحط التاي متاعنا في الكاس ومعنينا كان نزيدو الماء السخون وكي يكون التاي بنين المنعنع متاعنا أحضر. شيف كان نعملوا ريكاب صغيره على لي برودوي اللي استعملناهم اليوم. بيان سور بالنسبه لي برودوي اللي استعملناهم في لي بلان تاعنا اليوم، خدمنا بزبده وكريم فريش ديليس، خدمنا كيف كيف الجوتا نتاع قيصر، بالنسبه للسلطه خدمنا الفروماج كوب للسلطه، خدمنا بتونس دي جابر. بالنسبه للسموثي اخترنا اليوم خدمنا بالديليو انزاس ونعناع، ورشينا من فوق فتفتنا شويه كيك دايلين شوكولا اللي يعطي جو ياسر بنين بين الكومبينيزون ياسر بنينه بيناتهم الزوز، ومع سورتو مع النعناع والجو القوي نتاع الشوكولا البنين. فوالا هذه ريسيتنا نتاع اليوم. وانا اليوم حذرت التاي كيوفي التاي المنعنع الخفيف البنين والقهوه ايزي كاب. يعطيك الف صحه شيف، عايشك بوكو على الريسيت نتاع اليوم، كالعاده ريسيت خفيفه وبنينه. نحب نتوجه بشكر خاص مؤسسه الهادي بن عياد على خاطرها هي الاولى في البلاد، شكر خاص لتوني ناصر على لاجونسمون دو كويزين وعلى الديكور الحلو هذايا. كيف زيدا نحب نشكر سهير نجاح على الميكاب والشعر. يعطيكم ألف صحة أنتم اللي تبعتونا اليوم، غدوا إن شاء الله نجدوا معكم الموعد في روسيت جديدة مع الشيف أيمن. توا مبقانا كيف شقلكم شيء طيبة، باي باي. ما تنسى حتى البروفي حبك عشيشة وديما فيه وبدنا كبت النسبور دي انسى شيشة يا ورمضان حاول تسبق المدام
بنت الكوجينة كي تبدأ ريحتها طماطم وهريسة بنينة. طماطم وهريسة بنينة بنة على بنة، وفي الكوجينة عاملين رنة، بنينة منورة الكوجينة. السلطة زينتها تن، والبريكة بنتها تن، والبيتزا أصلها بالتن، والطاولة التونسية ما تحلى كان بتون سيدي جابر. تون سيدي جابر، قوتنا في جودتنا. القيصر، بنا تعيش معانا. حبيبتنا في رمضان ورفيقتنا من زمان مؤسسة الهادي بن عياد تتمنى لكم رمضان كريم، وبالمناسبة تهدي لكم برشا بروموات على برودوي إلكتروميناجي في لي ماغازان تاعها الكل. الأكثر معلومات 71 393 222. مؤسسة الهادي بن عياد هي الأولى في البلاد.